لا، أنا كان أعتقد بأنه الفار اليوم في كرة القدم، أنتم كتبعوا النقاشات اللي كتدير الفيفا مع كل الاتحادات الوطنية سواء في مراكش أو منذ البارحة في إسطنبول. فاليوم الفار أو إدخال تقنية الفار ليس خيارا، بل أصبح ضروريا. يعني وكأننا نناقش واش غادي نطبقوا واحد القانون ولا واحد معطى معين في كرة القدم. هو عنده متطلبات، لأنه كاين حضور أكبر للحكام، ولكن إيجابياته بطبيعة الحال غيعطي الفرصة لأكبر عدد من الحكام للممارسة والفضاءات مهمة. ثم التقنيات بتاع التصوير، أعتقد بأن البطولة الوطنية اليوم بالمجهودات المسترسلة التي بذلتها إذاعة التلفاز المغربية لنقلها جميع المباريات بتاع القسم الأول مباشرة، اليوم بدعم هذا العمل سنكون يعني في مستوى إنجاز هذا التطلع المستقبلي وبإمكانات محدودة جدا. والعمل اليوم مستمر، تنسيق كامل مع الفيفا، ولكن شرط لا محيد عنه منذ إن شاء الله انطلاق ومع انطلاق البطولة في السنة المقبلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.